احنا الاصل في الموضوع ان احنا نحل مش ان احنا نهرب من السؤال. قول ليه ملحوظه؟ قول ملحوظه وبعدين بقول لي ماذا؟ طب ما رضيتش ليه على اللي هو صلاح؟ طب ما عنديش معلومه يعني هدي لك مثال يعني اللي هو صلاح قابل فكره انها كلها على خريطه واحده لان دي كانت اخر علامه. انت لما حد قال لك معلومه جديده ما هو ما تفرقش. وانا خوفي برضه تقسيمات الجمعيات بعد 16 نيجي نقعد هنا نقول ان قابل صلاح ضرب يا حرايق كل واحد واحد. لا ما انا بتكلم على الشباب. نرجع للسؤال. نرجع للسؤال اسمه متى؟ يعني هنصفر للماتش امتى عشان ننهيه امتى؟